طيب مشاهدينا، الأيام اللي جاية زي ما تابعنا مع حضراتكم في أول الحلقة متوقع أن يبقى فيه ارتفاع في درجات الحرارة. دي الفترة اللي بينصح فيها المتخصصين أننا نشرب مية بكميات كبيرة جدا، وده علشان نحافظ على رطوبة الجسم وما نتعرضش للإصابة بالجفاف. طبعا المية حاجة أساسية، بالإضافة طبعا لنصايح بعصاير تانية في الأيام دي بالذات، زي ميكس الليمون بالنعناع، وزي مية جوز الهند اللي فيها نسبة عالية من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، ودول بيعوضوا السوائل اللي بيفقدها الجسم. كمان عندنا عصير البطيخ، يعني طبعا البطيخ لوحده يعني مية كتير وألياف كتير، لكن عصير البطيخ بالذات بيحافظ على رطوبة الجسم في الطقس الحار اللي احنا فيه ده. تعالي نشوف معانا مين على التليفون نهى عشان نتكلم عن العصاير. هتنضم لينا على التليفون دكتور منى عبد المطلب، استشاري البطنه والتغذيه الاكلينيكيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور منى. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك دكتور منى. لو في الاول ممكن تقولي لنا ايه هي افضل المشروبات اللي بتساعد على ترطيب الجسم في الصيف؟ كمان في الفتره اللي فاتت دي كان ظاهر حاجات اللي اسمها الديتوكس ووتر، اللي بتبقى الميه اللي جواها بتقطع فيها خيار او فاكهه او حاجات كده، ده بيساعد فعلا على ترطيب الجسم وعدم الشعور بالعطش فترات طويله؟ فعلا حقيقي، هو الحقيقه يعني احسن حاجه تمنع الحدوث يعني العطش وتخلي ترطيب الجسم يعني موجود وما فيش عندنا جفاف، احسن واحلى حاجه طبعا واسهل حاجه هي الميه. هي بس الفكره ان في كتير مننا مش عارف كميه الميه المفروض ياخدها في اليوم قد ايه، خصوصا احنا يعني في الصيف بنقدر نفتكر، انما كمان في الشتاء بقى بننسى او في ناس ما تقدرش تشرب قوي. فاحنا عايزين بس نتعود ان احنا بناخد على الاقل من 2 ل 3 لتر في اليوم، ده بالنسبه للانسان البالغ يعني. 2 ل 3 لتر يعني تقريبا في حدود من 8 كوبايات ل 12 كوبايه ميه. ونحاول ان احنا نبقى يعني بناخد الثمان كوبايات دول من الميه، يعني مش يعني ما تبقاش اي مشروبات اخرى يعني وتتحسب انها ميه. طيب دكتور منى، الالتهابات اللي بتحصل في الصيف نتيجة الحرارة والمية المالحة أو الكلور أو الحاجات دي، إزاي الناس ممكن تتفادى حدوثها؟ يعني الحقيقة إحنا عندنا يعني الجهاز الهضمي بتاعنا يعني ليه علاقة وطيدة جدا بالجهاز المناعي. لما إحنا بنحاول إن إحنا نبعد دايما عن الحاجات اللي فيها مواد حافظة وألوان صناعية واملاح مضافه وسكريات مضافه وحاجات كده، الحاجات دي كلها بتمنع حدوث الالتهابات والحساسيات اللي بنشوفها كتير الحقيقه عند الاطفال الكبار، خصوصا في الفتره دي. يعني في امهات كتير بتيجي تشتكي انه ابنها عنده التهابات متكرره، حساسيه متكرره، بالذات في وقت الصيف بتبقى حاجه مزعجه جدا يعني. فنيجي ناخد منها كده التاريخ الغذائي لها، بتاكلوا ايه وبتبيتوا ايه وهكذا، فتلاقي بقى ان في تناول كتير قوي للحاجات اللي هي كلها يعني معلبات كتير، سكريات كتير، مواد حافظه كتير. دي طبعا الحاجه اللي احنا بنحاول نقول لها لا، يعني نحاول ناخد طبيعي قد ما نقدر، ناخد الفاكهه مثلا فش مش علب عصير، ناخد الجبن الطبيعيه مش الحاجات المصنعه، اللحوم المصنعه نبعد عنها شويه. يعني الحاجات دي كلها تبقى يعني احسن كتير قوي ان احنا نقلل فرصه انه الجهاز الهضمي يخش له مواد تهيج الجهاز المناعي وتزود حدوث الالتهابات في الجسم، ومش بس بقى في الجلد يعني باقي الاعضاء يعني. طب يمكن دكتور منى كان في معلومه الزملاء في اثناء التحضير وصلوا لها، وهي معلومه بصراحه انا ما كنتش اعرفها قبل كده، فحاسس ان هي معلومه ممكن تهم كتير من المشاهدين. بتكلم على المشروبات اللي احنا ممكن نشربها وبتسبب جفاف على غير المتوقع، زي مثلا القهوه، زي المشروبات الغازيه، يعني كل المشروبات الغازيه بانواعها المختلفه، برضو العصاير اللي بتحتوي على نسبه عاليه من السكر، مش بنتكلم على العصاير الطبيعيه زي ما حضرتك قلتي، وكمان مشروبات الطاقه والحليب المضاف اليه نكهات. كل دي يمكن حاجات احنا في الصيف اغلبنا في اي مكان الواحد عطشان حران بيقف عند اي كشك اي حاجه وياخد حاجه من دول ويشربها. ايه صحه المعلومه دي وايه البديل المناسب بدلها؟ هي الحقيقه معلومه مهمه جدا جدا، يعني زي ما حضرتك قلت دلوقتي انا بشكرك على السؤال ده، لانه فعلا احنا في حاجات بتزود يعني بتزود زي ما بنقول كده افراز البول او مضره للبول زياده، زي عيله الكافيين كلها، يعني كتر شرب المنبهات بيبقى طبعا بيسبب انه بنفقد ميه اكتر من سنه.
احنا لينا الحقيقه نسبه معينه من الكافيين في اليوم، والنسبه دي المفروض ناخدها من حاجات صحيه. يعني ناس كتير ما تعرفش انه القهوه دي حاجه صحيه، ولكن مش المفروض ان احنا ناخد منها زياده. يعني هو فنجان القهوه، والقهوه الطبيعيه بتكلم مش اي حاجه ثانيه صناعيه. دي طبعا فيها مضادات اكسده ومفيده جدا جدا للجسم، انما ما نزودش الكميه. حته برضو المشروبات اللي هي اللي فيها سكريات كتير، دايما السكر مرتبط عندنا ب يعني حاجات مش كويسه. دلوقتي حتى التغذيه العالميه قللت تناول السكر قوي قوي، وصل لاقل من 6% من السعرات الكليه اللي المفروض ناخدها في اليوم. عشان كده احنا محتاجين نقلل تناول السكر الابيض وكل ما يصنع به. يعني كميه السكر المضافه على كل المشروبات اللي احنا بنشتريها، يعني واحنا فاكرين ان هي حاجه صحيه باعتبار ان هي عصاير، فانا بشرب عصير ده انا كده حاجه صحيه. معلومه فعلا محتاجين نعدلها عند الناس، لانها فعلا مش حاجه صحيه بالمره يعني. تمام، ميرسي جدا دكتوره منى عبد المطلب استشاري البطنه والتغذيه الاكلينيكيه، الف شكر لحضرتك على كل المعلومات القيمه دي، وخصوصا في فتره الحر فتره الصيف اللي كلنا طبعا بنشرب سوائل وبنستهلك سوائل كتير عشان نعوض الفاقد منها في الجسم.